وقد ذكرت مرة كيف حال تلك المرأة التي كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة كل ليلة، ثم انشغلت في فترة كانت تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 15,000 مرة في اليوم والليلة، فانشغلت في فترة وأنقصت الصلاة إلى 3,000 مرة، فلم ترى في تلك الليالي لم ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاشتكت من ذلك. المداومة على هذه تجعل الإنسان يحظى بمكرمات عظيمات من عند الله سبحانه وتعالى، وهبات لا يستطيع تقديرها إلا من حظي بها. قد يعني يسمع الواحد منا ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين امتن الله عليهم بمثل هذه الطاعات، فنقول ربما هذه مبالغة لأننا لم نجرب، لو جربنا ربما الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بمثل ذلك.